وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة الأكاديمي العراقي الدكتور أحمد كسار. أهلا ومرحبا بك دكتور أحمد. بداية، هنالك ثمت من يرى أن محاولات حكومة العبادي والطريقة التي تعاملت بها مع مؤتمر المانحين حملت شكلا من أشكال الاستجداء عفوا. كيف ترون نهج حكومة العبادي في هذا السياق؟ هو في الحقيقة يعني قدر العراق أن يكون اليد السفلى في هذا الزمان بحكم الأوضاع الذي مر بها، وبحكم الإدارة الفاشلة من قبل الاحتلال والحكومات المتعاقبة التي أوصلت العراق إلى أن يجلس في مثل هكذا مؤتمرات، وأن يكون ينتظر المنح من الدول الأخرى التي كان له فضل عليها سابقا. ولذلك حقيقة مشاركة معيبة، و بحق تاريخ العراق وحاضره وحتى واقعه برغم ثرواته لو أديرت بالشكل الصحيح وحسن التصرف بها. طيب، يعني النائب عن الموصل فرح السراج رأت أن تمثيل نينوى هزيل في مؤتمر الكويت، كيف تقرؤون حالة التهميش للمدن المساعدة من تنظيم الدولة وهي الأكثر حاجة إلى الإعمار؟ كذلك محافظة ديالى كان لها نفس الرأي. وهل يعني الحاضرون في المؤتمر يعني غايب عنهم الموصل والمدن والمحافظات المدمره في العراق؟ يعني هم ليس بغريب عليهم هذا الامر، وبالتالي انا استغرب لما تهمش الموصل او نينوى مثلا ويكون هناك تمثيل كبير مثلا من كردستان لحضور هذا المؤتمر، لايضا لاعمار المحافظات الشماليه. يعني يجب ان يكون هناك ايثار للمحافظات في هذا الوقت لأصحاب الحاجة، لأهل الخيم الذين ما زالوا يجلسون في العراء. هذه مرحلة يجب أن يتفهمها الجميع، بأن كيف يمكن أن تضحي المحافظة لأختها المحافظة الأخرى المنكوبة والمدمرة. فيمكن يعني أن تنتظر المحافظات الأخرى منح في وقت المحافظات المدمرة هي أحوج وأولى. طيب، هل يمكن البدء في الإعمار وما زالت الجثث تحت الأنقاض في المناطق المساعدة من تنظيم الدولة؟ هي أصلا بعض المناطق يعني ليست كلها مستعادة من تنظيم الدولة كما هي خريطة العمليات العسكرية في العراق. فلذلك أنت أمام مناطق ما زالت بيد تنظيم الدولة، مناطق ما زالت تحت الأنقاض كما تفضلت، مناطق منكوبة، مناطق لم يرجع إليها أهلها بعد. فلذلك هذا التوزيع أو الحديث عن الإعمار قبل التحرير أو قبل تأمين التحرير، ما بعد التحرير يجب أن يكون هناك أمن. ولذلك هذه الرسالة أيضا يجب أن توجه إلى الدول أو الشركات المانحة في الأمن الاستثماري الذي يعني يجلسون من أجله. طيب، في المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أكد على دور الدول المانحة لإعادة الاستقرار في العراق، يعني كيف يمكن أن نفهم ذلك بأن حكومة بغداد ستحظى بدعما دولي من هذا المؤتمر في الوقت الذي تطالب فيه الدول المانحة بضمانات من حكومة بغداد؟ هو يعني لو نعمل استفتاء للشعب العراقي، هل يثقون بهذه الأموال أو هذه المشاريع المانحة للعراق ستصل إليهم أو ستصل للمتضررين منهم أو ستصل للقابعين في الخيام الآن؟ كم نسبة وصولها وكم النسبة المتوقعة؟ يجب على حكومة بغداد أن تمنح هي أولا حصتها المفروضة التي ستأخذها 20 أو 30% من كل مساعدات أو من كل منح تصل للعراق. فبالتالي المانح الأول يجب أن تكون حكومة بغداد قبل غيرها من الدول المانحة. طيب، نائب رئيس الوزراء الكويتي في المؤتمر الصحفي قال أو أكد أن مهمة إعمار العراق هي مسؤولية حكومة بغداد أولا ثم المانحين. يعني هل لدى حكومة بغداد أي مشاريع حقيقية يمكن العمل عليها لإعادة إعمار العراق؟ وهنالك من أكد بأن المشاريع التي تحملها حكومة بغداد إلى مؤتمر المانحين ليست ذات أولوية بالنسبة للعراق. بالضبط، فإن جدول المؤتمر الذي طلعنا عليه مشاريعه غير حقيقية وغير مشتية وغير ذات أولوية بالنسبة للعراقيين أو الدول المدمرة. ماذا انعقد؟ هو كأنه يعني دعاية إعلامية. الكويت مشكورة على مبادرتها، ولكن يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار لمن ستذهب هذه المنح
ومن المستفيد منها في هذا الوقت، وهل هي للعراقيين فعلا والمدن المحررة أو المتضررة؟ هذا هو السؤال. لكن نائب رئيس الوزراء الكويتي في تصريحه أشار إلى نقطة، وهي بأن دور الدول المانحة سيكون المراقبة. يعني هل نفهم من هذا الأمر أن الدول المانحة ستضع قيودا ستحول دون تسرب أموال الأعمار في دهاليز الفساد في العراق؟ للأسف هذه ليست أول منحة للعراق. العراق تسلم منح كثيرة ووصلت إليه مساعدات كثيرة وأرقام خيالية وأكبر من هذه المنحة التي ستعطى من العاصمة الكويتية، ولكن أين هي المشاريع السابقة وأين هي المنح السابقة ومن استفاد منها بالملايين وبالمليارات وصلت إلى العراق؟ فبالتالي الفساد وصل حتى إلى الأعمال الخيرية والإنسانية في العراق للأسف الشديد. طيب، مؤتمر المانحين تحول من مؤتمر للمانحين إلى مؤتمر للمستثمرين. مؤتمر المانحين يجب على الحكومة أن تقدم احتياجاتها إلى هؤلاء المانحين وهم يسهموا في مساعدتها، لكن الاستثمار فهم آخر وشيء آخر. ما هو الأمر الآن في هذا المؤتمر؟ الأمر الخطير حقيقة هو طبيعة العقود التي ستبرم مع الشركات والدول، كيف هي وما الشروط الجزائية في حال الإخلال بها. العراق متضرر من القيود الجزائية التي حمل فيها من عقود سابقة ومشاريع ومنح إلى اليوم، يعني العراق يدفع أكثر مما يستفيد، فبالتالي هذه العقود يجب أن تخضع إلى مراقبة قانونية عراقية يكون المستفيد منها أولا وآخرا الشعب وليست الحكومة أو الأحزاب أو المشاريع التي لها صلة بشركات المسؤولين. نعم، كان معنا الأكاديمي العراقي والكاتب والمحلل السياسي السيد الدكتور أحمد كسار، شكرا جزيلا لك.